حقيبة جميلة جدا. هذه الحقيبة إذا ما فتحتها ستواجهك ثلاثة ذكور رجالية مصنوعة من الحجم الكبير، أحدها باللون الأبيض والآخر باللون الأحمر والثالث قد يكون باللون الأخضر أو ربما باللون البنفسجي أو ربما باللون الأزرق، الثالث يختلف لونه من حقيبة إلى أخرى، كل لون له خصائصه. هناك الكتاب الدليل، منها ما هو مزيت، منها ما هو شديد الحرارة، منها ما هو يقذف مادة كثيرة بحسب المواصفات، فول أوبشن. أصحاب العمائم اشتروا هذه الحقائب، لكنهم في الغالب يمارسون قذاراتهم الجنسية مع النساء بالعقد المنقطع، ولا هو عقد منقطع ولا بطيخ، زنا رسمي. فيطلبون من هذه المرأة بعد أن يشحنوا الذكر الصناعية بالطاقة الكهربائية إما من البطارية أو من الكهرباء الرئيسة، وله حزام تلبسه المرأة بحيث يكون في موضع الذكر عند الرجل، ثم تدخله في دبر حجة الإسلام والمسلمين أو في دبر آية الله وتشتغله. وإلا كما قلت لكم، ما هو هذا الشيء الذي تدخله الزوجة في دبر زوجها؟ هي أدري هو ثلاجة وتدخل شيء مثلا من الأشياء التي توضع في الثلاجة، هو ديلاب مثلا، خزانة، مكتبة، ماذا تدخل في دبره؟ سؤال خبيث، سؤال أخندي خبيث. ما حكم إدخال الزوجة الشيء في دبر الزوج؟ الخطأ اللغوي والمعنوي هذا طبيعي عند أصحاب العمائم، وحق الحسين مطاية 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 ذولا. ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ باسمي جلة أسماؤه. أية مقدمة هذه؟ هذه المقدمة الراقية، يأتي بعدها المنطق الشيطاني القذر، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. قلت لكم عوام الشيعة يأنفون عن هذا، أما هذا الفعل هذا فعل جماعتي الآخنديين. الميت ميتي وأعرفه، هتلي وسرسري وساقط وكلب ابن كلب وخنزير ابن خنزير. الميت ميتي وأعرفه. فحينما تفتح المرأة الحقيبة تسأله هل تريد الأبيض؟ أنا لا أفترض فريضة، هذا هو الذي يجري. فيقول لها أريد الأحمر لأنه شديد الحرارة، والبعض يطلب أن تدخل فيه كل الألوان، الواحدة تلو الآخر. كيف يضحكون على أنفسهم ويضحكون على نسائهم من أن العملية هذه تؤدي إلى تنشيط الرجل جنسيا؟ وهذه كذبة لا حقيقة لها، لا في العلم المعاصر ولا في ديننا.